كابتن حاتم حياك الله. اصعب مهاجم واجهته في الدوري الاردني؟ شوف يعني انا في مهاجمين كثير كويسين يعني واجهناهم وكلهم على مستوى عالي، منهم الكابتن محمود شلبايه، منهم اللهم صل على سيدنا محمد مويد ابو كشيك، مصطفى شحده، من المهاجمين الممتازين يعني. بس ما دام انت مركز ما بكون في شيء صعب يعني عليه. احسن لاعب زملته والله شرط نادي؟ في لاعبين كثير، بشار بن ياسين، انس بن ياسين كمدافعين عندي، وحسون الشيخ كمان من افضل اللاعبين اللي زملتهم يعني. ميسي رونالدو؟ ميسي. كابتن حاتم مساوي؟ طيب برشلوني. كمان برشلوني. ارجنتيني. ارجنتيني. لانه شوف انا يعني مواليد 78. حلو. لما وقيت على الدنيا في 86 كان مارادونا بخليك تعشق كرة القدم وتعشق الارجنتيني. الله يعطيك العافية كابتن.